السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من خمس أشياء. تعرف غالبا الزعماء في الألعاب يجلس يأخذون وقت عشان تقتلهم لأنه الطاقة حقتهم مرة عالية، بس لكن في هذه الحلقة راح أذكر لكم خمس زعماء يمديك تقتلهم من ضرب واحدة. فخلينا نبدأ. الزعيم بيد أوف كايوس من لعبة دارك سول يعتبر أحد الزعماء الكبار في اللعبة، يموت من ضربة واحدة. بس قبل أي شيء أول ما تواجهه لازم تكسر يده اليمين واليسار عشان تكسر الدرع اللي عليه. ترى على فكرة جدا صعب، لأنه أول ما تكسر أي درع راح يبدأ يكسر لك الأرضية ويمكن تطيح في أي أرضية كذا وتموت على طول. بس لكن إذا انتبهت وقدرت توصل له هتلاقيه تحت طايح كذا ما يقدر يسوي ولا شيء. أول ما توصل له أصلا الطاقة حقته واحد، فتضرب بالسكين أو بيدك أو تلطش كف أو رفسة أو حتى تفلة يموت على طول وترتاح منه. لعبة كول أوف خوارز، لما تقابل أي زعيم في اللعبة راح تواجهه واحد على واحد وبطريقة قتال الكابوي. كل اللي عليك تسويه انك تطلق طلقة واحدة ويموت، بس لازم تكون سريع ودقيق، وايضا ما يمديك توصل للزعيم الا لما تقاتل جميع اعضاء العصابة. لعبة سوبر ماريو بروز الجزء الاول، كل ما تقابل باوزر تلقاه على جسر وراه زي الفأس، وكل اللي عليك تسويه انك تنقز من فوقه او تهرب من تحته وتلمس الفأس، واول ما تلمس الفأس الجسر يختفي وتلاقيه هو يطيح في البركان ويموت. لعبة دارك سول 3 والزعيم التنين وحارس النيمليس كينج، اول ما تقابله تحس انه صعب، واذا حاولت انك تقاتله مقاتلة عادية غالبا راح تنهزم لانه قوي. بس لكن الخطة عشان تقتل من ضرب واحدة كل اللي عليك تسويه توصل لجسر معين، واول ما توصل الجسر ذا تلقى نفسك فوق راس التنين، فكل اللي عليك تسويه انك تنقز وتنشب السيف في راسه. بس لكن عشان توصل الجسر هذا راح تقابل اعداء كثيرين في الطريق، واذا ما مشيت بسرعة تلاقي التنين يبدأ يبخ عليك بالنار وحيتعبك، فحتحس انه شويه كريه لانه الناس اللي هتقابلهم مو طيبين وغالبا حيضربونك ما حيسيبونك بحالك، يعني حتنلطش بسيف، حيلطشونك كف، حيشلوتي شويه من هنا من هنا، فراح تنقرب. بس لكن صدقني بعد ما توصل وتقتل من ضرب واحده راح تنبسط وتنسى كل الالم اللي شفته. لعبه مثل جير سوليد 3 والزعيم دي اند، واغلبنا نعرف انه له اكثر من طريقه انك تقتله، اما طريقه مقاتله عاديه او انك تغير تاريخ الجهاز الاسبوع زياده بعدين تشغل اللعبه تلقاه ميت بسبب عمره. والطريقه الاخيره هي من طلقه واحده بس ولكن شويه معقده. في مكان معين راح تلقى دي اند، راح تشوفه في غرفه راح يدخلونه غرفه ثانيه، بس ولكن لما توصل المنطقه دي غالبا ما حيكون معاك سنايبر. بس اذا قدرت تجيب سنايبر ودخلت الغرفه دي ولقيتهم هو يدخلونه غرفه وصدته وجبته من رصاصة واحدة على راسه هتلاقيه يموت على طول. بس ولكن الشايب ذا كريه حتى هو ميت، يقدر يأذيك حتى هو ميت. وكذا نوصل لنهاية المقطع، إن شاء الله عجبكم المقطع، وإذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. إذا عندكم أي أفكار ثانية لخمسة أشياء توب 10 نتمنى أنك تكتبها في الكومنتس. يعطيكم ألف عافية، وكان معكم أخوكم رانا حازمي، ومع السلامة.